الله، ده جو النهارده جميل جدا. ايوه النهارده الجو جميل قوي. ايوه يلا ناكل المدونج كلنا، انت التلاتة دول ليك والواحد ده ليا وواحد لبوتونية. ماشي ماشي يلا. حب كتوشي او كاكلش او لوشل واخت لوشل عمل حادثة. لا ده بابا. ايه ده ايه ده؟ باباكو سبلندد اللي بينقذ الدنيا وبيساعد الناس. كتلش ليه مش معانا؟ علشان هو راح يبدل المحلول. ايه نقف مع بابا؟ ليه الوحش دسك بالعربية؟ وبكرة ماشي. إيه يلا تصبح على خير. وانت من احلم. يلا انا هنزل اجيب المضاد الحيوي ليك ماشي، عشان معلم كيودلس نام وانت هتنام. ماشي ماشي يا نوتي يا نوتي. نعم يا بوتونية، عايشة ايه؟ انا نازله اجيب المضاد الحيوي بتاع بابا لما عمل حادثة امبارح. اجيب له مضاد حيوي، واوعى تعمل اللي معلم كنس وبابا قلق. ماشي ولا تخش لهم، ولما يصحوا بخش زي ما انت عايز. ماشي. مع السلامة. يلا روحي في اوضتك البشي هدومك وبلوكة الجميلة الحلوة دي، وروحي انزلي خدي معاك التليفون. ماشي ماشي. يلا يا بتونية يلا، قبل ما الضيف الجديد اللي انا جابتها يعمل في حاجة. يلا امشي، يلا روح عند الصيدلية. يلا يلا يا بتونية يلا.
نوتي، اصل انا صحينا ونوتي نزلنا ندهنا عليه، قلنا له يا نوتي يا نوتي تعالى نزلنا في الصالة علشان عايزين نتفرج شوية على التلفزيون. ايه ماشي، وانا جبت لك المضاد الحيوي، وانا عندي مفاجأة ليك يا معلم كيرلس. ايه هي المفاجأة؟ غمض عينك، يلا تعالي. ترارارا. اختي كيودي، اختي اختي حبيبتي، وحشتيني. وانت كمان وحشتيني، والف سلام عليك. وشوفتك في الحلقة قبل كده وانت بتعمل عملية قلب مفتوح، الف سلام عليك. ومين ده جنبه؟ جنبك ده بابا. وكويس انتي تقعدي معايا يا كيودي علشان تغسلي معايا المواعين بدل نوتي. مره نوتي غسل المواعين وكسر الطبق وعور رجل بابا. ايوه ده كنت ناسيها خالص وانتي فكرتيني بيه. والساعه 11 بالليل، يلا يا نوتي اطفي التلفزيون يلا علشان ننام ومعلم كيونس ينام وبابا ينام. لما عمل حادثه من اول امبارح. يلا انا وشارك الشليل اهو، وتقفلي واقفل التلفزيون ماشي. وكيودي واخت معلم كيونس هيناموا في اوضه الواسعه اللي كنا قاعدين فيها من اول امبارح قبل ما بابا يعمل حادثه. ونيمت بابا في اوضتي، يلا انام معاك بقى. ماشي اتفضلي. يا بتونية عايشة اقولك على حاجة قبل ما تنام. منام قول قول يا نوتي. هي مين كيوتي دي؟ كوتي دي اسمها كيودي. دي اخت معلم كيودس، لونها بينك وقمر، لما تصحى تشوفها وهتساعدني في تغسيل المواعين بدالك. ماشي يلا ننام. يلا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. يلا باي.